عندي طريطات ديال 50 ألف ريال في الشهر، عندي طريطة ديال 50 ألف ريال في الشهر اللي خصني نأديها لهم كل شهر، ولكن للأسف ما عنديش منين نجيبها، ما عنديش منين نوجدها ليهم. وراكم كتعرفوا أي دين إلا ما رجعتيش راه العواقب ديالو كتكون هي السجن، ما كيرحموكش عليه، ضروري خصك تأدي ليهم الواجب ديالهم. ماشي علاش انا اللي خديت هاد الخطوة اليوم، وكناشد اخوتي المغاربة انهم يوقفوا معايا، ما يعاونونيش انا، يعاونوا هاد 3 ديال الشباب اللي باقين طموحهم انهم يقراو، انهم يوصلوا، انهم يكونوا فعالين في هاد المجتمع حتى هما. هذا هو املي في اخوتي المغاربة وفي المحسنين والمحسنات، وهاد الشيء راه معروف على المغاربة. ما بقيتش عارفة فين نعطيني، راه واحد الدرجة ما كتصورش، راه الحماق غادي نحماق، ما بقيتش قادرة حتى نفكر، التفكير ديالي كنحس بيه مشلول تماما، ما بقيتش قادرة نفكر. ما كناكل، ما كنشربش، حتى الماء ما كنشربوش. انا كنشوف هاد الوليدات اللي انا ضربت عليهم تمر هاد المدة كاملة غادي يضيعوا مني بسبب هاد الدين. هذا الكبير عنده 22 سنة، والصغير عنده 15 سنة، والوسطاني عنده 17 عام. اللي أنا أديت ليه المسائل ديالو وخرج من عنده، ما بقيتش عنده، لأن صافي الساعة اللي أديت ليه المسائل ديالو قال لي أخوي ليا محل، أخويت من عنده، ما بقيتش كارية عنده. أنا عندي أنا مشكل مع أصحاب الكريم، طلب ديالي أن أخوتي المغاربة يشوفوا فيا والله ويساعدوني أنني نأدي هاد الدين هذا، ونبقى لوليداتي مجموعة حداهم وسترهم حتى يوصلوا حتى هما بحال جميع الناس. وهادشي راه ماشي غريب على المغاربة، راه معروف كرم المغاربة في المغاربة ديالنا فين كيوصل. إذا كان نشدهم باش يعاونوني ويوقفوا معايا في تسديد هذا الدين هذا، باش ما نخديش وليداتي للضياع. أنا ما تنفكرش في راسي، كنفكر في هذوك الوليدات، هذوك 3 ديال الشباب والمصير ديالهم، ماشي فاش كنفكر ليل ونهار. التفكير في راسي ما بقاش عندي بصفة نهائية. الطلب ديالي هو أن أخوتي المغاربة يساعدوني على تسديد هذا الدين فقط، ما بغيت حتى شي حاجة، ما بغيت لا ماكلة لا شرب لا حتى شي حاجة، بغيت نسدد هاد الدين فقط، هاد الشي اللي كنطلب منهم، ما كنطلب حتى شي حاجة أخرى. كنشد المحسنين والمحسنات يعاونوني على هاد المبلغ هذا باش نسدده ونرجع نعيش مع وليداتي. للآن أنا ما أنا مرفوعة، ما عارفاش كيفاش نعيش معاهم، هما الآن كيقراو، ما بقيتش عاطيهم الاهتمام، ما بقيت عاطيهم حتى شي حاجة، لأنني ولا الفكر ديالي كله مع هذاك الدين. كنشدكم اخوتي تعاونوني على هذا المبلغ هذا نسدده باش نعيش مع هاد الوليدات، وما نضطرش انني نتخلى عليهم، لان العقوبات غتكون وخيمه، نضطر انني نتخلى عليهم ونخليهم للشارع والزنقه وهما شباب. وكتعرفوا الشباب ديال دابا، وكتعرفوا الشارع شنو فيه، وكتعرفوا الزنقه شنو ممكن تأدي شباب ديال 15 و17 و21 سنة و22 سنة. السبب أنني ناخد الكريدي هو وليداتي يبقاو مجموعين حدايا ما يخرجوش الزنقة، وليدات طموحين كيقراو، الأمل ديالهم أنهم يكملوا قرايتهم ويوصلوا حتى هما ويوليو أعضاء اللي صالحين في المجتمع. وهذا هو الهدف ديالي، لأن هذا هو اللي خلاني مشيت، اضطريت أنني ناخد هذا الكريدي اللي الآن أنا أمام العواقب ديالو، ما بقيتش عارفة شنو ندير. ستريس يوميا ليل ونهار، تقريبا ما كنعش ليل، ما كنعش، كنبقى فايقه الليل كله، كنفكر يعني الوقت اللي قرب عاطيني اجل ديال الاثنين الجاي، كان ليل ونهار كنفكر شنو غندير، ما عندي حتى شي حل. لذا جيت كنشد خوتي المغاربه بكرمهم المعروف انهم يوقفوا معايا في هذه الازمه هذه، باش نرجع لوليداتي ونكمل معاهم المشوار ان شاء الله.